مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يربط الطفاش في سقوط سيارة بجرف بحر. سقطت سيارة عائلية من نوع داستر أمس الاثنين 8 يوليوز الجاري من فوق جرف بحري الذي يتعدى علوه 6 أمتار بداخل الشاطئ المعروف في جماعة أير، وهو شاطئ سيدي كرام الضيف القريب من شاطئ الوالدية، لتغوص بعد ذلك داخل أمواجه. ولحسن الحظ فقد تدخلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية وبعض المواطنين الذين كانوا متواجدين بالقرب من الحادث لينقذوا من كان متواجدا بداخل السيارة العائلية. ويرجح السبب في ذلك إلى أن السائق عندما كان يريد ركن سيارته داخل موقف السيارات على شاطئ سيدي كرام الضيف لم ينتبه إلى الجرف البحري خلفه، فوجد العجلتين الخلفيتين قد انحدرتا لتنجر بوزن السيارة إلى داخل الأمواج. ترى ما عقلتش انا، عرفتي انا ما زدتش ديك الفريم مليح وما شتاش، نقصت انا من هنا من فوق حاجه كبيره، نسيت انا ذكرها